مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شتحب. اليوم ضيفتنا نجمة رائعة بالدراما والمسرح والتلفزيون، خلونا نرحب بها أجمل ترحيب. تتفضل. أكيد بعد قليل تقول ما الطوها رانج دم الغزال حتى تقتنع. تفضلي تفضلي. الاسم الثلاثي واللقب هند طالب هاشم ساعدي، والنعم منك. خلونا نرحب سوية بالنجمة الفنانة الرائعة هند طالب. شكرا. أهلا. شكرا لك. عرفوك الجمهور. أنا بس قلت كاشان عرفوش لأنك حكيناها من البداية. أنت من الممثلات الرائعات والجميلات. فنان يعتمد على شكلهن ويمشنها، لكن أنت ممثلة جميلة وشكل جميل. شكرا جزيلا. في دول عمرك. هسه المفروض تقولي اسمك الثلاثة تحولي الفلوس على هذا. والله مو. لا هي حقيقة. شكرا. هنطالب هاشم ساعدي والنعم منك ومن ساعدي من العمارة. من العمارة. كفو. كفو. التولد يوم شهر سنة 1/7/1978. ردت كتبي بداية 77 بعدين. لا ردت اكتب يعني 87 بالعكس فعدلتها. 78 صغيرة مو كبيرة. لا كبيرة. لا كبيرة مو صغيرة. لا بعد حلقوم. مسقط راسك البصرة. 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 أم الخير كل مدن العراقية مش مال الجنوب بواسات لهم. من بدأت من عمر 7 سنين. 7 سنين. شو تسوين بسبع سنين؟ بدايتي فتاة إعلان. إعلان مال مصاص 7 سنوات. لا لا كان شامبو إيبك. شامبو إيبك هو هذا الإعلان اللي تقلي كان قديم. احنا صغار يطلع هذا الإعلان. شامبو إيبك بوقتها سوى ضج، بعدين بالقفل طلع وقع الشعر. هو كان مذني إيبك وصانصيلك وريري. هذا ابو هم كذي هم لحق على حمراء. زين يعني انت مو صغير. لا شلون؟ اي هسه اعرف مواليدك. انا 89. لا وين العمر لعد؟ وين الكبر؟ صغير 33. ان شاء الله العمر كله. انا بس هسه افرح من يقولون بي 93 راسا بدي اعزمهم. لا لا بعدك صغير. اي عاشتي ايدك عاشتي ايدك صغير. دول عمرك. شخصية اثرت فيها والدتي. الله يحفظها لك يا رب. ليش والدتي مو والدي؟ لا ما بيها بس اكثر شيء هي والدتي اللي جات. دائما الام هي قريبه تكون على ابنائها. اهم منجذب مسيرتك عائلتي. يوم بحياتك لن تنسى مرض امي. الله يعطيها الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا. وان شاء الله يخليها خيمه عليكم. امين يا رب. وهي اذا امك راضيه تتوفقين والله يرضى عليك. الحمد لله. الحمد لله. شو حسره يعني. انا كل ضيف يجي يوقع ما وقع يا بستي. خلا وقع. خلصت فقرة بروفايل. هسه فقرة شو تحب؟ هسه شو تحبين انت؟ اللي تحبوه. اخبار زينة هاي. نروح فاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل وهسه فقرة شو تحب، ومن جديد نرحب بضيفتنا ونجمتنا. شكرا. هند طالب. طبعا يحبون دائما الضيف اللي يجي رسلان ابو مقالب وهي فيخوفوه راح نجيب له اسد. هاي يبزونه. انت شو هسه قال لك بالكواليس راح نجيب لك اسد؟ قلت عادي طبيعي. من شنو تخاف هند طالب؟ يعني الاسد ما تخاف منه؟ لا لا ما اخاف. منين تخافين؟ شيء واحد بس بحياتي اخاف منه. شنو؟ يعني ما احب اقوله بس يعني اخاف على والدتي اكثر شيء. عرفت هذا الجواب. تفقدين والدك الله يحفظها ان شاء الله. زين الحيوانات ما تخافين حيوان؟ لا. حيه حتى الحيه ما تخاف؟ ابدا. حتى الرقطه اكو حيه رقطه.
هاي عندي منها هوايه. لا يعني عندي شف مربي يحيى. لا لا ها يعني بحياتك بحياتنا اكو هوايه. اي يسوي الباي نفسه ما يدري. لا لا بحياتنا اكو هوايه. اي لا لا ما اخاف. اثروا على حياتك الحيايه؟ لا مرات بالعمل على جانب العمل. نعم. مرات همين مثلا يقول اكو بهن يقول من اشتغل ذا هند ويان او هيك شيء هوايه ما اعرف ليش نيتي اعرف السبب. وهسه الكلام اللي موجود وين هن طالب مثلا بعمل او مسلسل او كذا مسافره ما موجوده اخر. طيب موجود اخترع التليفون اتصال. لا لا ما هي ما نعرف وين بيها مسافره ما موجوده. بس اكو مخرج طبعا تحياتنا الى ما احب اذكر اسمه حتى ما يصير اشكال بالحكي. قال لي بعد ما تفيد يعني سمنت وتغير شكلها وكذا. فرحت شفته انصدم يعني من شافني. انصدم بالكاريزما؟ لا لا جد انصدم. قال لي يعني ليش يقولون سمينه وكذا و... قلت له يلا مو مشكله. وبدون تجميل؟ لا الحمد لله. مسوي عمليات تجميل؟ ابدا. اخبار زينه هاي. هسه عندنا فقره فاضل عباسي يشر يشر تحياتنا لفاضل عباسي اليوم زين هو. فاضل عباسي يروح احسن يشر يضحك بي. اختار ظرف بيناتهم الوسط. الوسط تحبين الوسطيه دائما؟ لا. ها عجبك اللون؟ اللون تمام. لان بلون عيونك حتى فاضل عباس يرتاح. رصاصي لون عيوني. حتى فاضل عباس يرتاح. السؤال الاول شو تحبين العمل مع اي مخرج؟ الكل انا اشتغلت وياهم. تحسين اكو كيميا ويا مخرج؟ قلت لك انا الكل اشتغلت وياهم ما انا حازل شخص يعني. البعض يصف هن طالب بالجراءه الزايده. شو تحبين تمثلين من هاي الادوار؟ انا ممثله المفروض اشتغل كل الادوار بدون استثناء. جراه. الجراه بس اكو جراه لها حدود. صح صح. شو تحبين من ذكرياتك قبل دخولك الوسط الفني؟ طفولتي. مدرستي. حبيل وهلا هوب وهلا. اي طبعا هي هاي طفولتي يعني مدرستي. تمام. بدأتي فنانة استعراضية وفتاة إعلانات وهي تفاصيل. بالضبط. شو تحبين التمثيل ولا الاستعراض؟ كيلو التمثيل. لا هم اثنينهم. اثنينهم. يعني فنانة شاملة. حلو. أغني أو يعني استعراض أو تمثيل هو فن. مثلتي دور الجنوبية أو دور كل الأدوار. بنت المدينة شنو أقرب الأدوار؟ الجنوبية أكثر. أها. باعتبارك انت من الميسان وجذورك. مو بس هذه لهجتي ارتاح بها اكثر. ها تسترخين اكثر. استرخي اكثر. حلو. مثلتي مع اجيال مختلفه. شو تحبين من الممثلات والاقرب لك الممثلات اللي مثلت وياهن؟ الكل قريبات علي الكل صديقاتي. ترتاحين وياها كلش يعني بنظرات العين تبان عليه تفتهميها؟ والله تقريبا الكل. الكل يلا هاي. الكل يعني. البعض يقول هن تهتم بالاجر اكثر من الدور. شو تحبين الفلوس لو الدور؟ هو وين الدور؟ ها؟ هو الشغل وين؟ هسه نعيش الدور. هذا وذاك. وين الدور؟ هسه نعيش الدور. اكو هواي عايشين الدور بدون سبب؟ اي هواي فعلا. ليش دائما الفارغ يعيش الدور؟ لين فارغ. من فراغ؟ لين فارغ. صح. هو الفارغ يعدي الضجيج والمليان تشوفه هيك مسترخي. بالضبط. وانت مسترخية دوما. لا لا انت مسترخي. على فاضل عباس. ولا يروح ايش عنده مغل. انت كثيرة الزيارة للإمام موسى بن جعفر، شو تحبين من طقوس هاي الزيارة؟ أنا مو بس يعني كثرة الإمام موسى بن جعفر تروحين. يعني هو أول شيء الأقرب موجود داخل بغداد يعني، بعدين أني أحب الزيارة. أنت كسولة بالسوشيال ميديا. ما عندك مواقع و لا مو كسولة. أنا إيه؟ أصلاً ما عندي مواقع. حلو. ما أحبها. أنا أصلاً ما أحبها. يعني هذا التواصل الاجتماعي ما أحبه. أنا أكو شخص صديق لي هم ما عنده مواقع وهاي فسألته قلت له قلت شنو موضوعك؟ شو لا عندك فيس لا انستغرام لا سناب؟ قال رسلان أنا أخذ فلوس على ظهوري بالتلفزيون. أنا شنو أطلع للناس بلاش؟ لا مو لها واصور لهم لا, لا يعني لا. يقول يعني احرق نفسي باعتبار. لا هي مو بس يعني انا لكون يعني مرض والدتي واطفالي وكذا واني ما احب هذا. تحبين الاختفاء والظهور؟
نفس الشيء ما تفرق. شو تحبين يعني ظهوري بشيء مفيد افضل. طباخه ماهره؟ بلي. شو تحبين اكثر اكله تاكليها وتسويها؟ مو شرط. ها؟ مو شرط. تحبي الاكلات الدسمه وهاي الخفيفه وهاي؟ يعني بين لبين. دولمه قويه بالدولمه؟ قويه. اضلوع تسوين بيها؟ اي طبعا. هذا الحكي الوالد. في ايام محرم يسود الحزن كل حياتك وتتمسكين باحياء الشعائر الحسينيه، شو تحبين من هاي الشعائر؟ اعشقها مو بس احبها واتمنى ما تخلص. اتمنى ما تخلص. تحبين الحزن؟ مو هي قصه احب الحزن بس هذه الايام مباركه. زنجيل حتى قالوا زنجيل وهيجي؟ لا 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 يعني اني البس زناجيل مقيده يعني زناجيل امشي بيها. ليش يعني تلبسيهن؟ يعني اسوة باللي صار وحدث؟ مو بس اسوة يعني. وبعدين اني طالبه نذر على والدتي فاضطريت انه يعني شلون نقول ابقى لابسه هذا مدى حياتي لحد ما اموت ان شاء الله. عمرك طويل، عمر والدتك طويل. الله يسلمك. هسه شو تحبين وين نروح؟ عندنا فقره شنو رايك؟ اوكي شنو رايك تروح فاصل؟ فاصل يلا نروح فاصل وبعدها شنو رايك؟ هسه فقره شنو رايك؟ راح نستعرض الصور تعلقين عليها. خلينا نشوف فاضل العباسي لو شو مخلي لك. علم العراقي. يعني شو اريد اقول؟ احلى علم بالكون. في دول عمرك. الله. النجمه سليم خضير. هاي ام الكل. صحة وعافية يا ربي لك. يا رب. الإمام السيستاني. نظام السابق. لا تعليق. الجمهورية العربية السورية ترحب بكم. أيامها حلوة. حلوة أيامها. أيامها. وين كنتي قاعدة؟ بين منطقة؟ بركن الدين. حلوة ركن الدين، راقية. بركن الدين. هي الصالحية وركن الدين ودوار خطيب من أجمل المناطق. أي. بس إحنا كنا قبل روح جرمان العراقيين لأن العراقيين. صارت مالتنا العراقيين. إيه فعلاً. فعلا ساحة السيوف وساحة طريق. أيوة. حلوة أجواء سوريا. أي والله حلوة. نفسك تروحين تزوريها؟ إن شاء الله. إن شاء الله أروح. يا رب. عباك بالعراق سوريا ما تحس؟ ألف تحية للشعب السوري. تحيات. الاحتلال، كلمة الاحتلال. مأساة. كلش مأساة. بلا تعليق. أوكي. لأن هذا جرح. ها هي. خلصت. شوف ما خلينا نصور هواي. في امرين امر محلك تحتاجين بالثلاجه. طبعا شكرا لك. في دول عمرك. ممنونه. هسه عندنا فقره انجح واربح. راح اسالك اسئله. اوكي. وتجاوبين عليها، كل سؤال نعطيك حرف من شخصيه ورمز عراقي معروف، تجمعين وتجاوبين للجائزه. اوكي. 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 شو تتوقعين الجائزه شنو؟ ما اعرف. قلم ذهب. اوكي. فاصل ومكملين. اوكي. رجعنا لكم بعد الفاصل. ست هند. فقرة شنو رأيك؟ استعرضنا الصور. نعم. من ببالك كان صورة تمنين نعرض لك إياها وتعلقين عليها؟ لا بالعكس أنا ما أعلق. من لا يعني شخصية مو تعلقين سلبي، شخصية من تشوفيها؟ صورة منو؟ أبدا ما ببالي. طيب صورة الإمام السيستاني قلتي اخاف حتى قد ما احبه. طبعا انا كلش احبه واحترمه ومن حبي الى انا كلش اخاف منه. يعني كلش اخاف منه. هو سيد السيستاني الله يحفظه ويطول عمره يقول لهم حتى اللي يحكي علي محاله لموهب ولا تاذوه، فهو ما يخوف لكن احتراما. لا خوف من احترامي الى اخاف منه. هو انا حتى للتوضيح حتى يعني ناخذها حتى ما ياخذها الجمهور ان تخاف من غير شيء احترام. لا بالعكس. بس احتراما الى انا اخاف منه. عاشت ايدك. في دوارك. الله يحفظك. نبدي بالفقره شنو رايك؟ يلا. الاسئله عندنا كالتالي. نعم. السؤال الاول، اي الائمه لقب بزين العابدين؟ ليش يعني هاي الاسئله؟ والله لازم ليش هاي الاسئله؟
زين العابدين معروف اللي كان موجود العليل يسموه. إيه يعني هو زين العابدين يعني هو إيه؟ اسمه زين العابدين واسمه العليل إيه؟ أو اسمه السجاد. إيه صح. أو اسم يعني هو هي كثرة الأسماء. صح. إجابتي صحيح. سمية بالسجاد لكثرة السجود حرف سين هذا. سين. السؤال الثاني مسلسل كان من بطولة سليم البصري ظل في الذاكرة إلى يومنا هذا. شو اسم هالمسلسل؟ بس تحت موسى الحلاق. ايه هاي جواب صحيح. عرف هذا حرف اسمي. ايه حرف اسمك. انت صدق اسمك هند الحقيقي بالجنسية؟ اي هند. في اي عام حصل العراق على كأس آسيا؟ هذه صعبة شوية يعني. بنت فطوم مواليد 2016 تعرفها. لا بعد ما غششني 2016. لا جا اقول لك 2016 مواليدها وتعرف. مو هالقد اني دائما يسموهم جيل 2000 و 2000 ايش قد تقولها حتى اقولها اني ما يقولها يعني قولها ما اعرف 2007 ما اعرف والله خالك اسئله كلش سهله. السؤال الرابع من الذي كان يقدم برنامج العلم للجميع في الثمانينات؟ العلم للجميع إيه؟ كامل الدباغ. صح عرفتي صحيح. هاي شوفي يعني اكو شيء اعرفه اكو شيء إيه. لا من حقك من حقك. نصف الجواب لا اعرف. انت بتقول ما اعرف نصف الجواب. هذا حكي عدل. اي امام مدفون مع الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه حفيده زيارة الأربعاء؟ منو؟ مدفون بصف الإمام موسى بن جعفر حفيده. حفيده؟ إيه ابن الإمام علي بن موسى الرضا اللي هو أصغر الأئمة عمره صغير وحصل على العصمة. إمام معصوم أخذ الإمامة من والده وهو عمره صغير لقب بالجواد الكاظم أو الجواد. الإمام الكاظم جده اسمه إيه؟ محمد الجواد. محمد الجواد. إيه إيه علاقتك قوية بال لا يعني ما اي صح صح. اكو اشياء ما اعرفها واكو اشياء صح اعرفها. صح صح. من القائل انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمموا؟ جواهري. لا شلون مو الجواهر. جواهري. لا المتنبي. اي صح المتنبي. اوكي. ما اعلى قمه جبل في العراق وفي شمالنا الحبيب تحديدا؟ والله أسئلة. أوار مولا محمد عنده أخ هم لاعب طوبة شو اسمه؟ ما أعرفه. هولكورت. ما أعرفه. أنا التحية الهوار والأخو. حيوان يلد ويبيض. يلد ويبيض؟ إيه. اثنين هن؟ إيه. هم ما أعرفه. حتى ما يكمل. من تروحين؟ ما يكمل. من تروحين على أبو ناس تاكلين؟ سمج. إيه شنو بعد؟ صح. أحيانا يضع بيوضه وأحيانا يتركها في بطني حتى تتنفس. أيوه. حتى تفقس. حتى تتنفس. ايه الرمز العراقي متاكد ما راح تعرفي لانه ما عندك احرف. ثلاث اربع احرف هي عندي. فالرمز العراقي هي الفنانه الكبيره سهام السبتي. اخذتي 30%. تحياتنا لها يا ربي صحه وعافيه ان شاء الله. هسه اسالك بعد اسئله. اوكي شو تريدي اسالك؟ ادبي رياضي انت على لسانك شو تريدين؟ القويه بي حتى اسالك من اللي تريدي. ها مو قويه. آه. ابدا. مو قويه. انت قويه بفنك. الحمد لله. وبجمالك. شكرا لك. في دول عمرك. تحيات الفاضل عباس. يا فاضل. طبعا اقول لكم اغششكم انا ايش داي يصير؟ ايه. هسه راح اغششكم. فاضل داي يسوي هيك. اي جاي يسوق باسكت. خطيه داي يسبح داي يلعب رياضه. لا لا تدري شنو فاضل عباس؟ نعرف شنو فاضل عباس عنده كرش. يريد يسوق قص معده. فايش قلت له انا اجيب لك باسكل. فهو دا يسوي هاي الحركه. هو جاي يسوي حركه مال بايسكل يعني مو اسحف. لا 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 يعني مو اسحف. اوكي. طبعا وصلنا وياك الى ختام الحلقه. شكرا لك. هي حلقه لو حلقه 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 نفس الشيء. تمام. شفتي لابسه حلقه؟ والله خلي اشوف. اخبار زينه هاي لابسه. اي وبلون الساعه. تحبين تنسقين يعني اكثر لون تحبيه؟ الاسود. اسود. عرفت شوفي. اي اي وشون تختارين ملابسك وازيائك؟ توصلين من الفيس لو طلعتي تشتهي كلها من الفيس؟ لا 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 على التعيين. آه. لا على التعيين. كلمه تحبين توجهيها للجمهور؟
طبعا أنا آسفة. رأيك بالبرنامج؟ رأيي بالبرنامج حلو. أنت الأحلى. وإن شاء الله يا رب الموافقية للقناة وإلك. وأنا آسفة وإن شاء الله أكون خفيفة الظل عليكم. وآسفة لأنه ما عرفت كل الإجابات لأنه. لا هي طبيعي أغلب الضيوف ما يعرفون، لكن هي هاي الفقرة مو أنه استعراض عضلات بالثقافة وبالهم قبل الضيف أو المقدم، لكن هي بقدر ما هي من أجل فائدة المشاهد اللي ما يعرف. لا بالعكس أنا هسه كسبت منك معلومة كلش حلوة. وإحنا كسبنا وتشرفنا بوجودك. شكرا لك. وأنت رائعة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لسعد رحيم مخرج البرنامج، شكرا لفاضل عباس معد البرنامج، شكرا لكل الأخوة الأوفياء اللي الجنود اللي خلف الكواليس اللي هم جنود أبطال ويتعبون أكثر من عندنا ونشرف بهم والله يحفظهم يا رب. آمين. وشكر موصول لكم أحبة المشاهدين، لتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين، في أمان الله.